مع الاتحاد الأوروبي رح نبدأ المشوار. لقونا في برنامج المعلومات والمسابقات أوروبا في فلسطين. استنونا كل ثلاثة وخميس الساعة 6 المساء مع السلام سلامة. أوروبا في فلسطين. أوروبا في فلسطين، معلومات بتهمكم عن مشاريع الاتحاد الأوروبي في البلد، أسئلة وفرص كبيرة للربح. اتصلوا وشاركونا في برنامج أوروبا في فلسطين. يسعد مساكم مستمعينا الكرام في آخر حلقات برنامجنا أوروبا في فلسطين، وكنا معكم على مدار شهر ونص. هذا البرنامج كان برعاية الاتحاد الأوروبي. سأكون معكم في الإعداد والتقديم سلام سلامة، وفي الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل بهاء أبو عواد. وسنكون معكم أيضا على أثير إذاعات بيت لحم 2000 وإزيس من بيت لحم، ألوان والمنار من غزة، الرابعة وسراج من الخليل، مزاج ورايا وشباب أفأم من رام الله، مدى من أريحة، الغد من بدية، طريق المحبة وحياة من نابلس، جفرة من طول كرم، ناس وزين من جنين. أوروبا وفلسطين علاقة بدأت من واقع وجوار وامتدت لشراكة أمل وعمل وإعمار نحو هدف واحد، نعمل معا في مجالات مختلفة: الصحة، التعليم، المياه، الاقتصاد. الاتحاد الأوروبي وفلسطين، شراكة وجوار. ونبدأ قسم حلقتنا الأول لهذا اليوم في تقرير مفصل حول مؤسسة إنقاذ الطفل Save the Children بدعم وتمويل مباشرين من الاتحاد الأوروبي. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة هلا الزهيري. تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة من أكثر الأماكن صعوبة في العالم، حيث أدت عقود من الصراع والاحتلال العسكري إلى تعميق الفقر في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن نسبة كبيرة من الأطفال الفلسطينيين يحرمون من أبسط حقوقهم للحصول على الحرية وخدمات التعليم والصحة والمستوى المعيشي اللائق. تقوم مؤسسة إنقاذ الطفل بالمساعدة على توفير الخدمات الضرورية وسبل العيش، كما تعمل على حماية المجتمعات من خطر النزوح والاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك بتوفير مستلزمات النظافة للأسرة والطفل والرضيع وكذلك الملابس. استطاعت مؤسسة إنقاذ الطفل الوصول بخدماتها إلى ما يقرب من 50,000 طفل. كما تقوم المؤسسة بدعم الأسر التي تتعرض لخطر النزوح وتوفير التعليم والرعاية الصحية والدفاع عن حقوق الأطفال والاستجابة إلى حالات الطوارئ. ومن الأمور التي تقوم بها مؤسسة إنقاذ الطفل وضع حقوق الأطفال ضمن جدول العمل السياسي، وذلك بالعمل مع السلطة الفلسطينية لإعداد أول مراجعة من نوعها للقوانين والسياسات والمشروعات التزاما باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. من خلال مشروع محاربة ظاهرة عمل الأطفال، سيتم العمل على تقوية شبكات الحماية للأطفال وتفعيل السياسات الخاصة بحماية الطفل من التشغيل. ومع نهاية المشروع سيكون هناك 20 مدرسة على الأقل استفادت من تحديد الأطفال الأكثر تعرضا لخطر التشغيل، وحصول أكثر من 16,000 طفل على خدمات الحماية ذات الجودة العالية. إضافة لذلك سيضمن المشروع العمل مع أهالي الأطفال والمدرسين والنقابات المهنية، إضافة إلى وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ذات العلاقة. والآن مع فقرة الأسئلة في برنامجكم أوروبا في فلسطين. هذا البرنامج برعاية الاتحاد الأوروبي، والاتصال على الأرقام 242-1222 أو 3. ومعنا اتصال، مساء الخير. مساء النور. يا هلا، مساء الورد. مين معنا؟ معك إسلام. إسلام؟
كيفك يا إسلام؟ تمام الحمد لله. إسلام بدي أسألك اليوم ما هو اسم العاصمة البرتغالية؟ لشبونة. برشلونة، ميلانو أو لشبونة؟ لشبونة. وخليك معنا يا إسلام لنهاية الحلقة. كمان اتصال؟ مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا. هلا فيك، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. مين معنا؟ ميسر دمك. ميسر، من وين يا ميسر؟ من الخليل. من الخليل، مساء الورد لأهلنا في الخليل. وميسر بدي أسألك ما هي اللغة إلى جانب اللغة الرسمية الإستونية تستخدم أيضا على نطاق واسع في إستونيا؟ هل هي الفنلندية، الإنجليزية أو الروسية؟ الإنجليزية. الإنجليزية. خليكي معنا يا ميسر لنهاية الحلقة. كمان تليفون، مساء الخير. مساء النور. يا هلا، مين معنا؟ معك فراس تيتي. فراس، كيفك يا فراس؟ تمام الحمد لله. الله يسعدك يا رب. فراس بدي أسألك ما هو كم عدد أعضاء البرلمان الفنلندي؟ 140، 200 أو 230؟ 140. فراس خليك معنا لآخر الحلقة. كمان تليفون، مساء الخير. السلام. يسعد مساك، يا هلا. الله يعافيك يا رب. مين معنا؟ علي مناصرة. علي، يا هلا في علي. علي، ما هي اللغة إلى جانب اللغة الرسمية الإستونية تستخدم أيضا على نطاق واسع في إستونيا؟ هي الفنلندية أو الإنجليزية أو الروسية؟ كمان مرة غلبك الخيارات بس. الفنلندية، الإنجليزية، الروسية؟ الروسية. وخليك معنا يا علي لنهاية الحلقة. كمان تليفون، مساء الخير. هلو، مساء الخير. يا هلا، مساء الورد. مين معنا؟ منى التميمي. منى، من وين يا منى؟ دير نظام. من دير نظام، ويا هلا بأهلنا في دير نظام. ومنى بدي أسألك ما هو اسم العاصمة البرتغالية؟ لشبونة. لشبونة، وخليكي معنا يا منى. شكرا. معنا اتصال، مساء الخير. يا هلا، مساء الورد. مين معنا؟ عصام. عصام، برنامجنا برعاية مين؟ عصام، ما بعرف عشان هلا فتحته. هلا فتحته، وبرنامجنا برعاية الاتحاد الأوروبي. عصام بدي أسألك كم نسبة السكان الذين يعيشون في العاصمة لشبونة؟ 1,800,000، 2,800,000، 4,800,000؟ في مساعدة يا سيدي، بنحذف لك إجابتين. 1,800,000، 2,800,000 أو 4,800,000؟ كان أي مدينة؟ على مدينة لشبونة. مدينة لشبونة. عد لي الخيارات بس. هاي آخر محاولة. 1,800,000، 2,800,000، 4,800,000. 2,800,000. 2,800,000، وخليك معنا يا عصام. كمان اتصال، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا. مين معنا؟ عفوا. الله يعافيك يا رب، يا هلا. مين معنا؟ أمينة أبو الرب القضافية. أمينة، كيفك يا أمينة؟ الله يسعدك يا رب. أمينة، ما هو اسم العاصمة البرتغالية؟ برشلونة، ميلانو، لشبونة؟ لشبونة. أمينة خليك معنا. كمان تليفون، مساء الخير. مساء الخير. يا هلا، مساء الخيرات. الله يعافيك يا رب. مين معنا؟ هنا؟ حلا. يا هلا بحلا. بدي أسألك يا حلا، كم عدد أعضاء البرلمان الفنلندي؟ 140، 200، 230؟ مية وأربعين، 200، 230؟ 200. وخليكي معنا. خليكي معنا يا حلا. كمان تليفون، مساء الخير. مساء الخير. يا هلا، مساء الخيرات. مين معنا؟ قصي معك. قصي، كيفك يا قصي؟
الحمد لله، كيف انت حبيبي؟ الله يسعدك يا رب. قصي، بدي اسالك، ما هي اللغه الى جانب اللغه الرسميه الاستونيه، تستخدم ايضا على نطاق واسع في استونيا، الفنلنديه، الانجليزيه او الروسيه؟ اللغه الثانيه في رسمون هي الروسيه. الروسيه، وخليك معنا يا قصي. اوروبا وفلسطين علاقة بدأت من واقع وجوار، وامتدت لشراكة أمل وعمل وإعمار نحو هدف واحد، نعمل معا في مجالات مختلفة: الصحة، التعليم، المياه، الاقتصاد. الاتحاد الأوروبي وفلسطين، شراكة وجوار. وننتقل الآن مستمعينا الكرام مع القسم الثاني من برنامجنا، وهو لقاء خاص مع الجهة المنفذة لمشروع Save the Children. بداية سيد أسامة، هل لك أن تحدثنا عن شراكة مؤسسة الدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي؟ تجربتي مع الاتحاد الأوروبي هي ليست التجربة الأولى، بكل أمانة دائما تجربتي مع الاتحاد الأوروبي ومشاريع التي ننفذها في مؤسسة إنقاذ الطفل مع الاتحاد الأوروبي هي مشاريع ذات جودة عالية، لأنه بشكل أساسي الاتحاد الأوروبي يعطينا الصلاحية والتخويل للعمل لمنفعة الشعب الفلسطيني، وخاصة نحن في مؤسسة إنقاذ الطفل نعمل لصالح الأطفال الفلسطينيين وأسرهم. لذلك في هذا المشروع، هذا مشروع وطني أولا في كل من أنحاء الضفة الغربية والقطاع غزة، إضافة لذلك هو لمدة 3 سنوات متكاملة، إذن هو برنامج أكثر ما هو مشروع. وهذا دائما ما نوعية برامج الاتحاد الأوروبي، لأنه بيكون فيها استدامة طويلة المدى. نعم، على مدار 3 سنوات كمان. نعم بالضبط، على مدار 3 سنوات، لذلك يكون الأثر هو أثر إيجابي بشكل كتير أوضح من المشاريع قصيرة الأمد. في هذا المشروع مع نهاية 3 سنوات نأمل أن نكون وصلنا إلى ما يزيد على 16,000 طفل وأسرهم للعمل من الحد من ظاهرة عمل الأطفال في مختلف أنحاء أرض الفلسطينية المحتلة. نعم، بتقييمك سيد أسامة، ما هو أهم مشروع قمتم برعايته خلال فترة عملكم على هذا البرنامج؟ حتى الآن البرنامج يعمل أستاذ سلام على 3 مناهج رئيسية. أولا هو العمل مع السلطات الفلسطينية، خاصة مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية، لوضع سياسة عامة تحمي الطفل وتحد من ظاهرة عمل الأطفال. في الإجراء الثاني نعمل أيضا مع وزارة التربية والتعليم في المدارس من خلال تدريب المدرسين والمعلمين والقائمين على الأطفال داخل المدارس، لإعطائهم الفرصة والحق في التعليم بشكل جيد، وخفض نسبة التسرب من المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة. وثالثا أيضا نعمل مع القطاع الخاص من غرف تجارية ونقابات مهنية لحماية الأطفال وإعطائهم كافة الحقوق التي يجب إعطائها للطفل حسب ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل. لذلك التجربة بحد ذاتها أستاذ سلام هي تجربة نوعية، لأنه تعمل على جميع النواحي بشكل متكامل، وليست مثلا نعمل مع القطاع الخاص دون العمل على تحديد سياسة وطنية مثلا مع وزارة الشؤون الاجتماعية، أو دون العمل مع المدارس. لذلك هذه النوعية وهذا أهم شيء حتى اللحظة نعمله في هذا المشروع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. إذن كنت معنا من مؤسسة إنقاذ الطفل عبر مؤسسة الدفاع عن حقوق الإنسان السيد أسامة دامو، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ سلام. ورجعنا يا بهاء لفقرة الأسئلة، ومعنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير. يا هلا، مساء الخيرات، مين معنا؟ رغدة. رغدة، كيفك يا رغدة؟ الحمد لله تمام. الله يسعدك يا رب. رغدة، بدي أسألك، كم عدد أعضاء البرلمان الفنلندي؟ 140 200 140. خليكي معنا يا رغدة لنهاية الحلقة. كمان اتصال. مساء الخير. مساء النور. يا هلا، كيفك؟ معك عميد. يا هلا يا عميد، كيفك يا عميد؟ تمام. عميد، برنامجنا برعاية مين؟ الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي. وما هي اللغة إلى جانب اللغة الرسمية الإستونية، تستخدم أيضا على نطاق واسع في إستونيا، الفنلندية، الإنجليزية أو الروسية؟ الفنلندية. الفنلندية، خليك معنا عميد. كمان اتصال. مساء الخير. ألو. على ما يبدو ما في اتصال يا بهاء. We'll be right back.
معنا اتصال. مساء الخير. مساء الورد. يا هلا، مين معنا؟ فريال الناظر. فريال، يا هلا بفريال. الله يرضى عليك. بدي أسألك يا فريال، كم نسبة السكان الذين يعيشون في العاصمة لشبونة؟ 1,800,000، 2,800,000، ولا 4,800,000؟ 2,800,000. 2,800,000. وخليكي معنا يا فريال. كمان اتصال. مساء الخير. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. مساء الورد. يا هلا، مين معنا؟ معك دارين. دارين. من وين يا دارين؟ من نابلس. من نابلس. مساء الورد لأهلنا في نابلس. وبدي أسألك يا دارين، ما هو اسم العاصمة البرتغالية؟ برشلونة، ميلانو، أو لشبونة؟ لشبونة. لشبونة. ودارين خليكي معنا لنهاية الحلقة. معنا اتصال بها. معنا اتصال. مساء الخير. مساء الورد. يا هلا، مين معنا؟ ناصر الخطيب. ناصر، كيفك؟ الله يسعدك حبيبي. بدي أسألك يا ناصر، كم نسبة السكان الذين يعيشون في العاصمة لشبونة؟ 1,800,000، 2,800,000، 4,800,000. كم مرة الخيارات؟ 1,800,000، 2,800,000، 4,800,000. مليونين وتمامية ألف. خليك معنا ناصر. كمان اتصال. مساء الخير. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. إحسان الناظر من الخليل. إحسان الناظر، يا هلا بإحسان. أهلين. برنامجنا برعاية مين إحسان؟ الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي. وإحسان، بدي أسألك، ما هو اسم العاصمة البرتغالية؟ برشلونة، لشبونة، ولا ميلانو؟ لشبونة. لشبونة. خليك معنا يا إحسان لنهاية الحلقة، ونشوف إذا حالفك الحظ. معنا اتصال. مساء الخير. مساء النور. يا هلا، مين معنا؟ معك طالب يمين من نابلس. طالب، يسعد مساك يا طالب. بدي أسألك طالب، ما هي اللغة إلى جانب اللغة الرسمية الإستونية تستخدم أيضا على نطاق واسع في إستونيا؟ الفنلندية، الإنجليزية، أو الروسية؟ الروسية. الروسية. خليك معنا يا طالب لنهاية الحلقة. أوروبا وفلسطين، علاقة بدأت من واقع وجوار وامتدت لشراكة أمل وعمل وإعمار نحو هدف واحد، نعمل معا في مجالات مختلفة: الصحة، التعليم، المياه، الاقتصاد. الاتحاد الأوروبي وفلسطين، شراكة وجوار. ومعنا كمان اتصال. مساء الخير. مساء الورد. يا هلا، يسعد مساك. مين معنا؟ محمود نخلي. محمود، من وين يا محمود؟ من رام الله. من رام الله. مساء الخير لأهلنا في رام الله. بلش من شوان لليوم ونقرن لحد اليوم، لحتى لقطت معك في آخر حلقة. حبيبي يا محمود، إن شاء الله تربح معنا اليوم. محمود، بدي أسألك، ما هو اسم العاصمة البرتغالية؟ ما هو اسم العاصمة البرتغالية؟ برشلونة، ميلانو، أو لشبونة؟ لشبونة. لشبونة. خليك معنا يا محمود، إن شاء الله بحالفك الحظ. هلا بننتقل مستمعينا الكرام مع القسم الثالث من برنامجنا، وهو لقاء خاص مع الطرف المستفيد من المشروع، وهي فقرة قصة نجاح. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع وفي قصة نجاح، تنضم إلينا السيدة هويدة أحمد، منسقة برنامج Save the Children في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين. أهلا وسهلا بك سيدة هويدة. أهلا. بداية، لو تحدثينا عن آثار هذا المشروع عمليا على أرض الواقع. أولا بحب أعرف أنه هذا المشروع جاء بالشراكة مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ومجموعة من المؤسسات الحكومية مثل وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم. وكان من أهم أهداف هذا المشروع اللي هو تطوير نظام حماية وطني ليشمل الأطفال العاملين، وإنشاء نظام وطني لمكافحة عمالة الأطفال والتسرب من المدارس، وذلك من خلال عقد ورشات عمل مع مؤسسات أهلية وحكومية. نعم. كان أيضا من أهدافه رفع وعي المجتمع حول موضوع خطر تسرب الأطفال من المدارس وحول خطر عمالة الأطفال، تحديد التدخل الملائم من أجل حد
من عملية التسرب من المدارس، وذلك من خلال تدريب وتثقيف بعض مؤسسات المجتمع المدني، وهذا ما نفذ على أرض الواقع ومع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني. وكان أيضا تعزيز المسؤولية الاجتماعية لمكافحة عمالة الأطفال عن طريق تدريب أعضاء النقابات العمالية وتدريب أصحاب العمل أيضا على إنه، لأنه بتعرف إنه في ممنوع إنه الأطفال تحت سن 15 يشتغلوا. كمان يعني من أهدافه زيادة حصول الأطفال ضحايا الاستغلال على خدمات حماية وتوعية. هلا احنا بالشراكة مع المؤسسات المجتمع المدني مثل إبداع المعلم، مركز الإرشاد النفسي، مؤسسات حكومية ذكرناها، نفذنا العديد من النشاطات لتحقيق النتائج والأهداف اللي ذكرناها. من هاي النشاطات قمنا في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بإعداد دراستين، واحدة في قطاع غزة واحدة في الضفة الغربية، وهذول الدراستين تناولوا اللي هي عمالة الأطفال في الضفة الغربية وعمالة الأطفال في غزة. قمنا بتعبة استمارات من الأطفال من ذويهم من أصحاب العمل، وقمنا بلقاءات بؤرية في مناطق مختلفة مثل أيضا في مناطق خلف الجدار، مناطق في داخل القدس المحتلة. وهي الدراستين رح نعلن نتائجها ونناقش توصياتها في ورشة عمل يوم الأربعاء في 12 حزيران في فندق اليوتين. كما قمنا أيضا بإنشاء خدمات الخط المجاني لاستقبال شكاوى وحالات عن عمالة الأطفال، تقديم إشارات من قبل الأطفال وذويهم اللي بتعرضوا للاستغلال، واستقبال العديد من الاستشارات. طبعا وصلتنا عديد من الحالات أيضا بهذا الخصوص. إذا كنت معنا السيدة هويدة أحمد، منسقة برنامج Save the Children في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين. شكرا جزيلا لك سيدة هويدة. العفو، شكرا لكم. أوروبا وفلسطين علاقة بدأت من واقع وجوار وامتدت لشراكة أمل وعمل وإعمار نحو هدف واحد، نعمل معا في مجالات مختلفة: الصحة، التعليم، المياه، الاقتصاد. الاتحاد الأوروبي وفلسطين، شراكة وجوار. وآخر فقرات برنامجنا لليوم وفي آخر حلقة من برنامج أوروبا في فلسطين برعاية الاتحاد الأوروبي، ومعنا اتصال. مساء الخير. يسعد مساك. سلام، يعطيك العافية. يسعد مساك حبيبي، أهلا. مين معنا؟ نادر عاشر من نابلس. نادر، يسعد مساك ومساء أهلنا في نابلس يا نادر. بدي أسألك، ما هي اللغة إلى جانب اللغة الرسمية الإستونية تستخدم أيضا على نطاق واسع في إستونيا؟ الفنلندية، الإنجليزية أو الروسية؟ الروسية إن شاء الله. الروسية، خليك معنا نادر لنهاية الحلقة. كمان تليفون. مساء الخير. مساء الخير. هلا، مساء الخيرات، مين معنا؟ معك خالد. خالد من وين يا خالد؟ من نابلس. من نابلس، مساء الخير لأهلنا في نابلس. خالد، ما هو اسم العاصمة البرتغالية؟ برشلونة، لشبونة ولا ميلانو؟ لشبونة. خليك معنا خالد لنهاية الحلقة. كمان اتصال. مساء الخير. هلا، مساء النور. مساء الورد، يا هلا، مين معنا؟ مكرم منير داود رداد. مكرم منير داود رداد، على راسي. مكرم، كم عمرك يا مكرم؟ 10 سنين. 10 سنين. ومكرم، بدي أسألك، ما هو اسم العاصمة البرتغالية؟ برشلونة، ميلانو ولا لشبونة؟ لشبونة. لشبونة، واللي غششك عم بغششك، بجوز صح، ما بعرف. خليك معنا يا مكرم. ألو. ألو، مرحبا. يا هلا، مين معنا؟ باسمة. كمان مرة؟ باسمة. باسمة، مساء الخير يا باسمة. برنامجنا برعاية مين؟ الاتحاد الأوروبي. وكم عدد أعضاء البرلمان الفنلندي يا باسمة؟ 140، 200 ولا 230؟ 200. خليكي معنا باسمة لنهاية الحلقة. مع الاتصال. تعب معانا بها اليوم شوب. مساء الخير. مساك. يا هلا، مين معنا؟
معك مؤمن. مؤمن كيفك يا مؤمن؟ تمام الله يسعدك يا رب. بدي أسألك يا مؤمن، ما هي اللغة إلى جانب اللغة الرسمية الإستونية تستخدم أيضا في إستونيا على نطاق أوسع، الفنلندية الإنجليزية أو الروسية؟ الروسية إن شاء الله بحلفك الحظ يا مؤمن. كمان اتصال، مساء الخير. أنا مساء الخير. مساء الخيرات يا هلا، مين معنا؟ نهدة عدنان. كمان مرة؟ نهدة عدنان. نهدة. بهجة. شهدة. بهجت. بهجت، عفوا يا بهجت، مش سامعك منيح يا بهجت. بهجت بدي أسألك، عفوا أنا متأسف، معاي بهجت، كيفك يا بهجت؟ الحمد لله. بهجت بدي أسألك، كم عدد السكان الذين يعيشون في العاصمة لشبونة؟ 1,800,000، 2,800,000، ولا 4,800,000؟ 2,800,000. 2,800,000، وخليكي معنا يا بهجت. أوروبا وفلسطين علاقة بدأت من واقع وجوار وامتدت لشراكة أمل وعمل وإعمار نحو هدف واحد، نعمل معا في مجالات مختلفة: الصحة، التعليم، المياه، الاقتصاد. الاتحاد الأوروبي وفلسطين، شراكة وجوار. أجوبة الأسئلة اليوم كانت: عدد أعضاء البرلمان الفنلندي هو 200 عضو، اسم العاصمة البرتغالية لشبونة، عدد السكان الذين يعيشون في العاصمة لشبونة وهي عاصمة البرتغال 2,800,000، واللغة إلى جانب اللغة الرسمية الإستونية في إستونيا تستخدم هي الروسية. وأسماء الرابحين والفائزين معنا اليوم: حلا أبو حمود، دارين شركس، محمود نخلة، ناصر خطيب. وصلنا مستمعينا الكرام لنهاية حلقتنا ونهاية حلقات برنامج أوروبا في فلسطين برعاية الاتحاد الأوروبي. كنا معكم على أثير إذاعة بيت لحم 2000 وإزيس من بيت لحم، ألوان والمنار من غزة الرابعة، وسراج من الخليل، مزاج ورايا وشباب أف أم من رام الله، مدى من أريحة، الغد من بدية طريق المحبة، وحياة من نابلس، جفرة من طول كرم، ناس وزين من جنين. أشكر حسن متابعتكم، كنت معكم في الإعداد والتقديم سلام سلامة، وفي الهندسة الإذاعة والإخراج زميل بهاء أبو عواد. لكم مني أطيب الأمنيات، في أمان الله. مع الاتحاد الأوروبي رح نبدأ المشوار، لقونا في برنامج المعلومات والمسابقات أوروبا في فلسطين، استنونا كل ثلاثة وخميس الساعة 6 المساء. مع السلام سلامة. أوروبا في فلسطين. أوروبا في فلسطين، معلومات بتهمكم عن مشاريع الاتحاد الأوروبي في البلد، أسئلة وفرص كبيرة للربح. اتصلوا وشاركونا في برنامج أوروبا في فلسطين.